احنا عندنا طبعا انثى الخرتيت، وتقريبا هي الوحيده اللي موجوده في الشرق الاوسط. والحقيقه طبعا كان جالنا خبراء من جنوب افريقيا ومن الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان، وطبعا مقر الاتحاد ده في جنوب افريقيا. والحقيقه اثنوا على مستوى الخدمه وعلى ان صحتها الحمد لله جيده جدا، رغم انها سن كبير 52 سنه، يعني متوسط العمر يبقى في الخمسينات، من 50 ل 53، ده متوسط عمر وحيد القرن. لكن في حالات طبعا بتوصل ل 70، لكن احنا بنتكلم عن المتوسط. هي دلوقتي يعني تعتبر سن كبير جدا، لكن الحمد لله الرعايه البيطريه جيده، التغذيه طبعا بيتم تغذيتها على الخضروات والدريس وبعض الفواكه تتقطع وتقدم، ومعمول لها حمام الطين اللي هو موجود في الجوره بتاعتها، عشان برضو ده سلوك طبيعي هو بيتخلص بيه من حشرات. طبعا برضو بيتساب المبيت مفتوح، بحيث بيبقى اي حيوان ليه حسب رغبته وحسب درجه الحراره الموجوده وحسب الازعاج اللي موجود دي من حوالين من الناس، بيبقى ليه حريه الاختيار ان هو يدخل المبيت او يطلع. الجوره مزروعه ببعض الاشجار برضو لتوفير الظل، وبيبقى في اماكن ظل واماكن الشمس، بحيث ان هو يبقى في حريه للحيوان باختيار طبقا لحراره درجه حراره اليوم. الحيوان بيتمتع بصحه جيده جدا، وزي ما بقول لحضرتك اثنى عليه خبراء واثنوا على صحته ان هو في السن ده وبهذه الصحه الجميله. ان شاء الله حضرتك برضو هيبقى في التصوير واضح ان هو بصحه جيده. احنا عليه طبعا بقالنا فتره الحقيقه الموازنه بتاعه الحديقه بتناقش من وزاره الماليه، والحقيقة عندنا مفيش بند لشراء الحيوانات بقالنا حوالي 6 سنين. وطبعا احنا بدأنا نبتكر اسلوب اخر، الإدارة الحالية ابتكرته، وبيتم يعني من خلال وحدة المعلومات الخاصة بالحديقة بتتواصل مع حدائق حيوان عالمية وتتواصل مع حدائق حيوان ومراكز اكسار محلية، على اساس ان احنا نبتدي نشوف ايه الزيادة اللي موجودة عندنا وايه الحيوانات اللي مطلوبة. وطبعا احنا اقترحنا موضوع البدل ده، وبيجي لنا العرض بنعرضه على مجلس اداره الهيئه العامه للخدمات البيطريه التابعه لوزاره الزراعه، وبعدين بيتعرض على معالي الوزير، ومشكورا معالي الوزير وافق ان هو يصدق لنا ان احنا نبدل طبقا لسعر السوق حاليا. واحنا عندنا طبعا سعر دفتري بتقيمه لجنه، واللجنه دي بتقيم سعر الحيوانات اللي موجوده عندي وازاي هبدلها. فالحقيقه احنا قدرنا بهذا الاسلوب البدل ان احنا ندبر بعض الحيوانات ما كانتش موجوده في الحديقه، زي الكنجارو الاحمر لسه جاي لنا بالطياره من دولة سلوفينيا، وجالنا المها العربي ما كانش موجود، ده لأول مرة يخش في تاريخ الحديقة، وده حيوان مهدد بالانقراض من الطبيعة أيضا وما كانش موجود في الحديقة، وجبنا منه 6 قطع والحمد لله رزقنا بولادتين منه بقوا 8. فدبرنا حيوانات عن طريق البدل ما كانتش موجودة. فاحنا برضو بنحاول ان احنا نوصل ان احنا لو قدرنا نجيب من جنوب افريقيا، ان هو موطنه الاصلي جنوب افريقيا وبوتسوانا، لو قدرنا نقدر نوفر وحيد القرن بحيث ان هو الاجيال القادمه تقدر تشوف وحيد القرن ان شاء الله. فربنا يسهل ويحافظ على اللي موجود، وان شاء الله نقدر ندبر بطريق البدل برضو، يجي لنا عرض ولا حاجه نقدر ان احنا نجيب حيوان مهم زي ده يعني.